بخبيه عشان ما تعرفوش هو ايه. بس طبعا انا قلت المشروب الراعي الرسمي اللي يعني كنا يا سلام كده وانتي واقفه بتشربيه ولا انت بتشربه على كوبري عباس، فاكرين يعني كان لازم عربيات حمص الشام دي واقفه وعندهم حمص الشام حاجه تانية، يعني كان عندهم حمص الشام ده حاجه تانية يعني. بس طبعا مفيش حاجه تصعب علينا، الشتاء يجي من هنا اللي هو الشتاء اللي عامل نفسه اغسطس ده يجي من هنا ونبدا طبعا على طول ننقع الحمص علشان نعمل حمص شام. مش عايزه اقول لكم بقى فوائده رهيبه ازاي، مليان فيتامين سي ازاي، مفيد جدا جدا لينا وللولاد، وسعرات الحراريه قليله جدا 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 ازاي. بس بيدفي مشطشط، وعارفين كده الكوبايه الاولى، طبعا هو طلب مني علشان كده انا بعمله، الكوبايه الاولى بنحط معاه عادي حمص، الثانيه الثالثه الرابعه احنا مكتفيين بالميه، طبعا علشان الياف مع ميه فبيعمل لنا ايه شعور بالشبع فتره كبيره جدا. عشان كده احنا بنملى معدتنا بحاجه صحيه وما فيهاش سعرات حراريه فبيخسس، فاكرين فاهمين بقى الفكره جت منين؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم الحمص الشام بتاعي اللي كل الناس بتشربه عندي بيقولوا لي واو ليه؟ وبعمله بايه؟ وايه التركه اللي فيه؟ ومقاديره بسيطه قد ايه؟ بس الطعم تحفه ازاي؟ واحلى من بتاع بره مليون مره ازاي؟ تعالوا نقول. حمص الشام هحتاج ايه؟ نص كيلو حمص شام. طبعا بكون نقعاه قبلها باكبر وقت ممكن، خلاص؟ لو مش قادره مش عندك وقت اوكي ساعتين في ميه سخنه كفيلين قوي، بس حلو جدا لو نقعتيه مش اقل من 6 ساعات. طيب عايزه بقى توم، خلاص 4 فصوص توم، عايزه 5 طماطم مبشورين، 5 طماطمات مبشورين، عايزه بابريكا، ملح، كمون، ليمون، صلصه، ومكعبات مرقه خضروات، وليمون انصاص طبعا طبعا، مقاديري تاني السهله البسيطه، خلاص. نص كيلو حمص شام، مش عايزه اقول لك نص كيلو ده هيدينا كميه قد ايه، تعزمي جيران واصحابك وتشربوا فيها يومين. 4 فصوص توم، 5 طماطمات مبشورين، مبشورين ومش مضروبين في الخلاط، مبشورين بالمبشرة عادي جدا، وبابريكا وملح وكمون وليمون، و3 معالق كبيرة صلصة، و3 مكعبات مرقة خضروات، وليمون انصاص. بس كده هي دي المقادير، هو ده الحمص الشام. نقعته تمام. طبعا ده بيقطع عندي شط في التسوية كبير جدا 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 ان انا انقعه، خلاص. لو حطيته لا هيستوي معاكي في كميه في وقت رهيب من غير نقع، لازم انقع. يبقى انا كده اول حاجه لازم ايه اعملها اني انقع الحمص بتاعي زي ما قلت لك. لو مستعجله انقعيه في ميه سخنه 2 3 4 ساعات. طب لو مش مستعجله يبقى قبلها بيوم، خلاص. هبدا بقى احط ايه، احط الحمص بتاعي الاول اهو في الميه السخنه اللي بتغلي الحمص بتاعي الاول، وبعدين احط له الملح اهو، وبعدين الكمون، وطبعا حمص شام يعني كمون وليمون وشطه، طبعا حمص شام يعني كمون وليمون وشطه، والثوم افضل ان هو يكون فصوص توم صحيحه، بس عادي لو مهروسه برده مش هتقول لا، خلاص. رشه شطه صغننه علشان دي بس طعم، مش ايه مش اجباري، دي بس طعم. والصلصه بقى دي مش هحطها دلوقتي ولا المرقه، امال امتى؟ انا عايزاه ياخد ويدي كده مع بعضه، تعالوا اهو نقلبه، واول ما احس ان هو بدا يستوي ابدا احط ايه الطماطم بتاعتي. طب ليه بيبقى مش ضرباها في الخلاط؟ انا عايزاها يا جماعه تكون
لونها طبيعي، طعمها مش متسبك. لو ضربتها في الخلاط هتديني طعم متسبك، مهم جدا جدا. لو ضربتها في الخلاط هتديني طعم متسبك. الصلصة بحطها قبل ما اقفل على طول، الصلصة بحطها قبل ما اقفل على طول، يعني لو احطها قلبة وخلاص، انا بس عايزة لون. بس لو لقيته لونه مظبوط معاك وخلاص. بصوا اهو التوم عندي صحيح، وطبعا الشطة التحفة عليه. مش هحط كمان بابريكا اهو، اهي البابريكا بقى دي بتخلي لي لونه كمان عظيم. الله على الروايح، الله على الروايح. بصوا بقى اصلا من اول ما حطيت البابريكا لونه عمل ازاي. خلاص طيب انا هتخيل ان هو هغطيه كده ماشي معاكم، وهتخيل ان هو غلى غلوتين، الحمص غلى غلوتين وبقى نص سوا. تمام نص سوا، مهم جدا انا بقوله ده يا جماعه عشان تاخدوا بجد طعم حكايه. ماشي نص سوا، وبعدين اروح حاطه عندي الطماطم. يبقى انا سلقته في فصوص توم ماشي، ملح، كمون، بابريكا مهم جدا، رشه شطه صغننه، وكمان حطيت عليه الحمص. اجي بقى الطماطم بتاعتي، اهي تكون معايا في الكوبايه، ما بصفيش، انا عايزه كده طماطم تكون مبشوره كده. وزي ما قلت لكم انا ليه مش بضرب الميه الطماطم في الخلاط، علشان انا مش عايزاها حاجه متسبكه، لا انا عايزه اخد لون طبيعي. خلاص وبعدين عندي بقى مرقه الخضروات، مرقه الخضروات تحطي فيه مرقه خضروات؟ طب جربوها كده وقولوا لي رايكم. الحمص حطوا فيه مرقه خضروات وهتشوفوا طعمه معاكم عامل ازاي. طبعا انا كنت ايه حريصه في الملح، علشان انا احط ايه مرقه الخضروات. بحطها امتى؟ بعد خلاص ما بحس ان الحمص اخد نص سلقه مع الطماطم المبشوره، ياخد بقى ويدي مع نفسه. شايفين بقى عامل ازاي؟ ولسه بقى كل ده لما الميه تغلي كتير هنلاقي ان هي ايه، لا اختفت اكتر، اختفت جدا، اختفت خالص. تمام تمام. وبعدين اهو تا 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 تا. ده الحمص بتاعي. بصوا بقى، بصوا لونه عامل ازاي. بصوا دي طبعا هنا الميه قليله، احنا نضيف ميه كمان اهي. سامعاكي اهو. خلاص اهي، وارجعها على النار. خلاص انا كده عملت ايه، حطيت كل حاجه، وحطيت مرقه الخضروات، وحطيت الطماطم المبشوره، وحطيت الثوم الصحيح، واخيرا ودي اختياري بعد ما خلاص قلت لكم ان ده تمام جدا جدا، ان هو وصل ان هو يكون استوى، احط ايه معلقه صلصه واحده، ودي اختياري. بس ما بحطهاش من الاول، بحطها خلاص انا هطفي غلوتين وهطفي معلقه صلصه واحده، ما بحطهاش من الاول طبعا، انا مش عايزه تسبيكه، عشان كده انا ببشر الطماطم، انا عايزه لون وعايزه طعم. الله الله الله. بصوا قبل ما يبدا يغلي، حمص حمص حكايه. والثوم في ناس بتحط له بصل، انا بحطلوش بصل، انا ما بحطلوش بصل. جربوه، ادوني فرصه اثبت لكم ان الحمص بتاعي غير اي حمص تاني، ادوني بس فرصتي. طيب في ناس بتحط هنا سنه خل، ماشي اوكي احط سنه خل،
صغننه جدا. خلاص ما بحطش هنا ليمون، ما بحطش هنا ليمون. امال الليمون فين؟ في كوبايتي بقى، في كوبايتي اهو. وده كمان بقى تمام. الكمون والليمون الزياده والشطه في كوبايتي، ادي كوبايتي اهي، وادي الورد بتاعي. يلا بقى نعمل ايه؟ ادي عصارة الليمون بتاعتنا، نعمل بقى الكوبايات. بحب ايه بقى؟ احط في الكوباية الاول وبعدين احط عليها ايه؟ احط عليها الحمص، مش احط الحمص وبعدين لا، يعني الليمون والكمون كده احب احط في الكوبايات الاول اهو. عايز كام ليمونه؟ عايز كام ليمونه يا امير؟ كام؟ خمسه. ده عشان نودي البرد. بص بقى كل واحد وذوقه. بس هي ايه يعني، بتختلف من حد تاني طبعا حب للليمون، بس هي بتاخد مش اقل من واحده، واحده كامله تبقى تمام قوي معانا، تظبط ايه الطعم. واخر واحده اخر واحده. اوكي كده، اوكي كده. طيب هروح بقى اجيب ايه؟ هروح اجيب ده الكمون بقى واضيفه اختياري عادي في الكوبايات، بس جربوا كده حطوا ايه في كل كوبايه رشه كمون. رشة كمون وطبعا الشطة. جربوا تحطوا نص معلقة. لا طبعا بهرج يعني. اللي انتوا عايزينه. خلاص اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقلب الحمص بتاعي. شايفين؟ ادي النتيجة وادي النتيجة اهو. بصوا ميته عاملة ازاي، تحفة. تعالوا بقى ناخد من هنا ايه الحمص، لازم نص كوبايه كده، وبعدين نحط عليه اهو. الله الله. ايه بس نمسحها، نهار ابيض يا نهار ابيض. معلقك الصغيره بقى يا ست الكل محتاجينها دلوقتي تطلع اهي. ماشي، هي اول واحده بتبقى زي ما قلت لكم بالحمص، تاني واحده بتكون ايه؟ ميه. يعني طعم تاني. امسح كل واحده بس كده علشان تبقى جميله اهو. الله. الله. الكوبايه دي على فكره صغيره، الحمص كمان عايز كوبايات اكبر واكبر عشان فعلا الواحد ما بيشبعش فيه. تعالوا بقى اوريكم كمان، دي اللي هي لسه ما استوتش، وحاطين معلقه صلصه واحده. بصوا كمان لونها حلو قوي اهي، شايفين؟ حكايه. وطبعا كمان هنا انصاص الليمون ما ننساش نحطها، اللي عايز ايه اضافه يعني.
والله. الحمص. هو مش عايز يشتي يا ريس، بس احنا يعني مش قادرين بقى يعني، خلاص احنا لازم نشتي، احنا نشتي في الاكل، نشتي في المشروبات، اهو نشتي وخلاص يعني. انا بقول لكم ايه، احنا في الشتاء، في اغسطس اللي عامل نفسه شتاء، الشتاء عامل نفسه اغسطس، بس احنا مش لسه ما دخلناش قوي، بس كده. ولسه كمان عندنا بقول لكم حفله، بصوا بصوا جميل، وهو لسه بصوا لونه عامل ازاي، تحفه، حكايه 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 بالمقادير دي. الله، شايفين كده هو لسه. عايز اقول لكم ان انا بمجرد ما بس انقع الحمص، بامانه بمجرد بس ما اعمل العدس، خلاص إيه، عارفين احس كده ان البيت ده فيه ونظيف وفله، عشان يعني ايه، شويه الشتاء بالنسبه لي شويه حاجات فوق بعضها كده، البيت نظيف وفله، تنفيذه الشتاء، الهدوم خلاص متروقه، الدولاب نزل ومش عارف ايه، واتحط واتظبط وايه، والشقه هاديه، وضوء خافت كده جاي من البلكونه، والستاره مشدوده، وقال يعني بردانه، قال يعني احنا عندنا جو برد شويه، والاكل الشتوي الحمص طبعا اللي ما بي يعني مش عايزه اقول لكم يخلص اعمل غيره، يخلص اعمل غيره، زي ما قلت لكم مليان فيتامينات، وده اللي هتقول لنا عليه اكتر دكتور ندى بهاء اللي هتشرفنا بعد الفاصل، استنونا.